بعمل في هذا المجال بقالي أكثر من حوالي 50 سنة. أنا التحقت بورشة الأحذية بالمعهد العالي للباليه في بالظبط كده 15/12/68. كان عندي ما لا يقل حوالي 16-17 سنة، كنت مخلص يعني إعدادي، وبعدين حصلت ظروف فوالدي خدني، لأن والدي راح بيطلع ليه، كان هو ماسك القسم هو والخبير الروسي. رحت الجيش سنة 72، خرجت منه في حوالي 77. فطبعا أنا كنت طالع طبعا عايز بقى يعني أجدد حياتي تاني ولا آخره. من التمانينات كنت لغاية بداية التسعينات ما كانش لا عندي ورشة ولا أي حاجة، كنت بقعد في البلكونة بشتغل لما الشمس والهواء دول كالوا من جسمي رقاق أكتر من 10 سنين. فربنا وفقني في سنة 80. طبعا ما كانش الباليه انتشر بالطريقة دي خالص نهائي في مصر. فجي له أستاذ محمد خليل رحمة الله عليه، ده كان مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية، فهو كان عرفني بطريقة صدفة البحثة، لأن أنا كنت إيه بحاول بقى أن أنا أروح الفرق وحاجات زي كده وأعرض نفسي أن أنا بعمل جزم باليه وكده وحاجات زي دي. فالمهم وأنا رايح أركب من ميدان العتبة لقيت يافطة مكتوب عليها الفرقة القومية للفنون الشعبية. فالمهم طلعت فقابلني العامل بتاع اللي هو بيقدم شاي وحاجات زي كده، فراح قايل لي ايه برضو ايه احنا ما بنعملش جزم بتاعه وشخطه ايه يعني، خلاني برضو ايه اتربكت. فساعتها كان الاستاذ محمد خليل رحمه الله عليه كان قاعد في مكتب مؤقت وما كانش ليه سقف، كان خشب. فقال له كان اسمه رمضان، فقال له يا رمضان دخل الراجل ده. قال لي انت بتشتغل في ايه؟ كنت ساعتها بقى ايه واخد شوز زي ده كده، بس طبعا ما كانش ايه بالشياكه ديت، كان لسه بقى ايه بادئ انا حياتي العمليه. طبعا شوز ما ينفعش جزمه باليه خلاص ناعي. فهو بص لي كده قال لي ايه احنا ما بنستعملش الجزم ديت. فقلت له امال حضرتك بتستعمل جزم ايه؟ فقال لي احنا بنستعمل طبعا ايه ابوط وجزم اسطنبولي، وقال لي بقى عن نوعيات، لان كل رقصه ليها شوز معين بطبيعه المنطقه اللي هي طالعه منها الرقصه. يعني مثلا فرح فلاحي بيلبسوا جزم فلاحي، نوبه بيلبسوا جزم تبع النوبه. طبعا الحاجات دي بعد كده انا تمرست عليها من المصممين. فجي قال لي ايه احنا تعبانين مع الناس اللي احنا بنشتغل معاهم بره في الاحذيه، فانا عايزك تعمل لي ورشه. طبعا انا ما كانش عندي فكره بقى موضوع الاشواز اللي هي بتاعت الفرق والجلد والحاجات دي كلها، بقى ورشه ومكن ومعدات وانا قاعد اشتغل واجيب ناس يشتغلوا معايا. ما هو انا بقى طبعا لما قال لي انت هتعرف تعمل لنا مواطن وحاجات زي كده قلت له اه. وبعدين رحت بقى الواحد بقى اخصائي في اللعبه دي، قلت له ايه انا اتدبست، انا رحت عند فرقه كذا كذا كذا، وقال لي ما تقولش لحد ما تعرفش اتعلم. اه والله، وشجعني. لما كنت في القوميه وكده والحاجات دي كلها كنت اقعد انا ووالدي نعمل الشغل في البلكونه، لغايه لما جتني الفرصه بتاعه الاوبرا وجيت دكتور عبد المنعم كامل في سنه 91 اختارني ان انا اعمل الشغل بتاع الباليه بتاع الفرقه. فكان اكبر مبلغ بقى في تاريخ حياتي خدته كان 12000 جنيه من الاوبرا. ده كل ده كان راس مالي اللي انا كنت احتكم عليه. يعني مثلا لما اشتغلت في الاوبرا دي، طبعا الشغل الاولاني ده كان يجي منه 300-500، ما كانش يقدر يعني يواكب العمليه. وفي الوقت ده كان معايا مثلا 4-5 اولاد كانوا كلهم في مرحله التعليم. فلما جالي بقى المبلغ دوت في التسعينات، في كان حوالي 91-92، نزلت اشتريت المكان بقى، بدأت بقى العملية بقى تظهر ان هو، ورحت بقى واخد الورشة دي وبعدين الورشة التانية وبدأت بقى اشتغل. الحمد لله فضلي معايا 6 اولاد، هم اغلبيه العظمى بكالوريسات وبيشتغلوا اعمال طبعا في الحكومه وكده موظفين. وطبعا معايا بنتين متزوجين ومخلفين، هي في بس البنت الكبيره اللي معايا دي بقى هي دي يعني تعتبر مديره التوزيع، هي ليها في التوزيع وفي الشراء وفي البيع، وممكن تنزل تجيب لي حرير، تجيب لي دمور، تجيب الحاجات القريبه. انا شغاله مع بابا من زمان قوي، من وانا في اعدادي،
كنت قاعده اجازه من المدرسه فجي بيقول لي تقدري تروحي نادي الشمس. فبدات بقى معايا بقى الموضوع من هنا، رغم ان احنا ساكنين في العرب وطبعا نادي الشمس بعيد جدا، بس انطلقت بقى. وبعدين كان دايما بابا يخلص الشغل عندنا في البيت والتليفون بقى يجي له عليه الاوردرات بتاعه الشغل، فكنت انا ايه اقعد اجهزها واسلمها والناس تيجي تستلم، وبعدين اقول لبابا ايه ده انا جهزت طلبيه وسلمتها. فلما لقاني بقى انطلقت في الموضوع دوت معاه قال لي استمري بقى. بقت المدارس تكلموا، الأوبرا تكلموا، يقول لهم عندي بنتي الكبيره هبعتها لكم، ده بقى بجانب دراستي يعني ما سبتش دراستي. واروح بقى اخد يعني اجيب الطلبيه واروح له الورشه اللي احنا فيها دلوقتي ديت، نجهزها سوا انا وهو وكده، وبعدين اروح اسلمها. الدكاتره بقى كلهم خلاص عرفوني، يعني بدل ما يتصلوا على بابا يقولوا له احنا عايزين كذا، لا بقوا يكلموني انا، اولياء الامور بقت تكلمني. طبعا اول ما باجي بقى الاقي بابا مجهز لي الشغل وكده، فساعات بقى كتير باجي مثلا الاقي ايه اختلاف بسيط في الالوان، الاقي اختلاف في حاجه، فانا بقى ايه هو عشان بابا اسكت؟ لا ما بقدرش اسكت، بنفعل بقى وبصور ويعني ممكن اقول له غير لي اللون دوت، انا كنت طالبه لون تاني كده. بس دايما ربنا بيوفقنا يعني، وبنقدر انا وهو ايه نبقى مظبطين الحاجه اللي انا طالباها يعني على قد ما نقدر. بس وهو بقى مفوضني ايه في حته إيه؟ إيه انا بقى اللي بحاسب وانا اللي بلم الفلوس، يعني هي اغلبيه الفلوس بتاعه الشغل ديت بتبقى معايا انا، يعني ممكن اجيله واطلب منه طلبيه لمدرسه مدارس انترناشونال او الاوبرا طلبيات كبيره، ما يبقاش عارف اي حاجه عن فلوسها خالص لحد ما استلم الشغل كله وبعد كده اجي احاسبه بقى، بابا انت اديتني كذا ده فلوسهم كده، يعني هي العلاقه بيني وبينه كده. اما ابني نادر ده بقاله 25 سنه في المصنع اللي انا اتربيت فيه اللي هو في اكاديميه الفنون، ده دخلته من زمان فيه، وهو دلوقتي يعني الحمد لله يعني اعتماد كلي وجزئي عليه دلوقتي حاليا. ومعايا ابن اختي ده برضه موظف وبيجي برضه يقعد على المكنه، ده مكانجي لان هنا في تخصصات. بشتغل مع والدي هنا في الورشه من وانا عيل صغير، عندي مثلا بتاع حوالي 10 سنين مثلا او من قبل كده، كنت بشوفه هو وجدي هما بيشتغلوا لحد ما كبرت وتعلمت شوية، وبقيت اقعد انا بقى بعمل البوانت ده من اوله لاخره لوحدي، يعني مش او مع مساعدة مع الحاجة او كده. هي بدايتها انا اتعلمتها من الاول من ترويس الخيط وتشميعه، لحد بعد كده اول كنت صبي صغير بعمل الخيط اشمع الخيط وهم يشتغلوا من ورايا، بعد كده كبرت شوية بقيت انا اعمل لهم النعل كده سوكة واخرقه، لحد ما كبرت شوية شوية بقيت اعملها بقى كلها لوحدي. مع مراحل الوقت يعني اتعلمتها تفصيلها وتجهيزها وتوضيب الشغل ومقاساتها مع اختلاف المقاسات والاشكال بتاعتها والكلام ده، فمن من عيل صغير وحبيبها، يعني انا حبيبها، هو ايه مدام حب حاجه هتخليك تبقى شاطر. اللي ما بيحبش صنعته عمرها ما هتديله. اللي عايز يشتغل في مهنه لازم يكون بيحبها. يعني انا كنت رافض مثلا المهنه دي في الاول، ولكن انا لما حبيتها بدات المهنه زي حكايه، معلش سوري انا اسف، زي حكايه الست، واحد بيتزوج واحده ما كانوش يحبوا بعض مش هيعيشوا مع بعض، نفس الصنعه. الصنعه يا اما تكرفني يا اما انا اكرفها وانتهت العمليه على كده. وانا طبعا يعني اللي يشوفني في البيت يقول ان انا ما بشتغلش، واللي يشوفني في الورشه يقول ان هو ما بيروحش البيت. لا الحمد لله، وطبعا الست برضو عليها عامل كبير جدا. دي اسمها حرفه مش مهنه. المهن مهنه سواقه، مهنه مع احترامي يعني مهنه مكواجي، الحاجات اللي هي ايه الستات بيكوا في البيت، ممكن اي حد يبيض وبتاع، انما دي حرفه، دي فيها اسرارها. يعني مثلا مره بيساله خبير بتاع ساعات في سويسرا الساعه ولا الشوز، قال لهم لا الشوز، قالوا له ازاي؟ قال لهم الساعه كلها مميكنه، اما بالنسبه للشوز ده تعالوا اتفرجوا، احنا بندي واحد حته جلده وبعدين الجلود دي كمان انواع، وبعدين بيجي في الاخر بيديني حاجه يدوي، يعني اهي دي كانت معزه بتقول ماء، دي جلد ده ماعز، ده استك، ده جلد، هيصنع ازاي كده؟